السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر اللوفت من الأمور المهمة جدا في الرينو. في عندنا طريقتين أو تو ميثودز لإنشاء أو الرسم أو استخدام اللوفت. أولا لازم يكون جميع الكيرفز أوبن بهذا الشكل أو تكون كلوز. ما ينفعش نستخدم لوفت مع كيرف يكون اوبن ومع كيرف يكون كلوز. فاحنا بنستخدم او هنعمل اختيار، هنختار الكيرفز ومن السيرفس لوفت. بس شديد هيظهر لوفت اوبشنز ريبيلد كم كنترول بوينت، هنقول لكم 5 واوكي. ممكن ما يكونش ظاهر فيظهر اكتر في هذا الكوماند. طيب النقطة الثانية، لو كان الكيرفز كلوزد فمن السيرفس لوفت. هو بيقول ان البوينتس بهذا الشكل فعلا هيكون كلها في نفس الاتجاه، يعني هنا تكون هنا وليكن وهنا تكون هنا واوكي. يبقى اذا ظهر عندنا اللوفت، استخدمنا اللوفت. هنا كلوز كيرف وهنا اوبن كيرف. دي ببساطة شديدة استخدام اللوفت لإنشاء أي 3D موديل.